هروب جماعي لتنظيم داعش من مدينة الرمادي وانهيار بين صفوف التنظيم وتوقعات لتحرير الرمادي بالكامل قريبا. هذه المعلومات كشف عنها رئيس مجلس محافظة الأنبار خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن هناك استراتيجية معركة جديدة في الانتظار وتحت غطاء طيراني الجيش والتحالف الدولي. يوم غد سوف يكون هناك اجتماع مهم للقوات الأمنية. هذا الاجتماع سيتمخض عنه كيفية دخول مدينة الرمادي وكيفية الدخول بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن قواتنا الأمنية من استعادة مدينة الرمادي. هناك خطة محكمة، هذه الخطة سوف تكون باتجاهات محددة، وسوف يكون هناك تغيير لاستراتيجية المعركة القادمة بإذن الله تعالى. بدأنا بتشكيل لجان الغرض منها إعادة تأهيل المناطق المحررة من قبل القوات الأمنية والبدء برفع الأنقاض وفتح الطرق بعد قيام الجهد الهندسي برفع العبوات الناسفة من داخل المدن المحررة. رئيس مجلس محافظة الأنبار أوضح وجود تنسيق مع القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب ووسائل الإعلام للإعلان عن محاور أمينة لإخلاء مدينة الرمادي من المدنيين تجنبا لوقوع ضحايا. هناك اتجاه بأنه يجب إخراج المدنيين أو يجب إعلان دخول خروج المدنيين من محور مؤمن عن طريق الحميرة أو عن طريق مناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية حتى لا يكون هناك عرضة للمدنيين الأبرياء. خبراء في الشؤون الأمنية أوضحوا للحرة أن عقدة تحرير الرمادي تتعلق بالحفاظ على حياة 6000 عائلة عالقة ما زالت بقبضة تنظيم داعش، ومن المرجح تنفيذ عمليات إنزال جوي لتحرير المدينة. تحرير الرمادي أو مركز الرمادي هو قضية وقت، لكن المعرقل الأكبر وجود أكثر من 6000 عائلة محصورة في حي الضباط، حي الأندلس، حي البكر وفي الثيلة الشرقية. هذه سوف تؤثر على القوات الأمنية من إنجاز مهمتها بشكل واضح وكبير، وبالتالي سوف تكون حذرة أولا لفتح 3 ممرات من جهة الشمالية والشرقية والجنوبية، أخرى ربما هناك يرتب عملية صدمة مفاجئة للعدو بعملية إنزال، وهذا هو المخطط إليه. ويشير خبراء أمنيون إلى أن أكثر من 200 قناص لتنظيم داعش ينتشرون على أسطح المنازل الآهلة بالسكان في المناطق غير المحررة، مستغليهم كأهداف مدنية. زياد نهاد، الحرة.